ورحمة الله وبركاته. معكم دائما لطفة. اليوم إن شاء الله جبت لكم دي فوندون وشوكولا اللي هما بطريقة سهلة سهلة جدا وما كيتطلبش لنا كثير ديال 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 الأشياء اللي غادي نستعملوها في هذا الفوندون. بالنسبة للبنات اللي مشاركش معايا وغادي يشاهدوا هذا الفيديو إلا وأن ما يعملوا معي اشتراك، واللي كيشاهد لي هذا الفيديو إنه يعمل لي لايك للدعم. بالنسبة للمكونات ديال هذا الفوندون وشوكولا غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، وكذلك غنحتاجوا تقريبا 4 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال لي شوكولا نوار، وغادي نحتاجوا كذلك 4 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الفورس، وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال الزبده بالحراره ديال المطبخ. اول حاجه غادي نبدا بها وهي انني غادي ناخذ لي الزبده بما القيمه ديالها 100 غرام، اللي هو الى حسبتها غتجيني 4 ديال المعالق كبار ديال المعالق كبار ديال الزبده اللي غادي نذوبها في باماري، وكذلك غادي نزيد عليها لي شوكولا. الى ممكن انكم ما تذوبوش هادشي في بان ماري، من الممكن ومن الممكن انكم الزبده ديروا الكسرونه الى كانت سخونه، كتسخنوا غير واحد شويه وكديروا الزبده وديروا الشوكولا وبقاو كتحركوا لغايه انه ما كيذوب هذا الخليط. الى بغيتوا ديروا بطريقه اخرى، يمكن لكم انكم كديروا بان ماري، كديروا الماء وديروا تحت وكديروا فوق منه كاسرون اللي غتحطوا فيها الزبده، تحطوا فيها الشوكولا وكيبقاو كيذوبوا مع التحريك بهذه الطريقه الى غايه انه ما كيذوب الكل. هاد الفوندون او شوكولا فانهم الوقت باش كانهم كيكونوا جاهزين وقت قصير جدا، بالطياب ديالهم ما يتعدى تقريبا ما بين 13 الى 14 دقيقه. فانا هنا انا درته في ما درتوش في باماري، ولكن درته في على نار مهيله جدا جدا، درته غير في داك المجمر ديال البوطه اللي هو صغير، ونقصته بزاف، نقصته باش يمكن ليا هادشي انه يذوب ما يتحرقش ليا الشوكولا وتلصق ليا في القاع ديال الكاسرونه، وكذلك حتى هذا الزبده انها تذوب على بطريقه بواحد النسبه ديال الحراره. كنستمر على هذا التحريك بحال ما هكا الى غايه انه ما يذوب كله. فانا الان من بعد ما دابت لي الشوكولا بديك النسبه ديال الحراره اللي عملتك مع التحريك، فانا الان غادي نضيف 4 ديال المعالق ديال سنيده اللي كنت راهي معبوره 4 ديال المرق معالق، وكنقوم بالتحريك يعني بلا فوات. العمل كله كيتطلب طريقه يدويه، ما كيحتاج انكم ديروا ما كيحتاجش انكم ديروا لا الماكينه ديال العصير ولا هذا باش تخلطوا ولا العجانه بلاصه الحلوه ديروا، فهو كيكون بطريقه يدويه لغايه ما يتم عندنا هذيك السكر سنيده في الذوبان. وكتبي تحركي ندير بيضه وحده نضيفها ونقوم كذلك بالتحريك لغايه هذيك البيضه الواحده ما يتم الخلط ديالها جيدا. هنا كنضيف البيضه الثانيه وكذلك كنقوم على التحريك حتى كذلك تخلط مع الجنس الخليط كله مع البيضه الثانيه. ولما كتكمل الثانيه كنزيد البيضه الثالثه، وكذلك كنبدا على الخلط. طبعا
دونك هنا ملي كتخلط هنا مزيان البيض كامل مع تحريك جيدا، هنا كنبدا انا الاضافه ديال ديك الكميه ديال الدقيق اللي هو 4 ديال المعالق كبارين. فهنا غادي نبدا نضيف الدقيق بالملعقه الاولى ونقوم كذلك بالتحريك جيدا باش يتم التجانس غير بديك المعلقه الاولى. بعد هذا كنضيف كذلك المعلقه الثانيه لانني ما عمرتهاش مزيان، فكنقوم بالمعلقه الثانيه ونقوم على التحريك جيدا. رم البنات كيجيو رائعين في المذاق وسهلين في نفس الوقت، فانهم سهلين ودغيا كيتوجدوا، ما كيطلبوش حتى المقادير كثيره. دونك ملي كيتجانس الكل غادي نضيف الثالثه. كنبدا كذلك على الخلط، لما كنحس به تخلط فكنزيد المعلقه اللي هي الرابعه اللي هي اللي بقات ليا. فانا على فكره بنات انا كنسجل في نفس الوقت عاطيه المقادير وبنتي هي اللي كتساعدني، فهي اللي كتقوم بالخلط. فهنا من بعد ما خلطت كل شيء وحسيت بانه جانس كل ما بقى ما كيبان لا دقيق لا والو، كتبان غير هذا الخليط اللي هو شوكولاتي. هنا غادي نمر للمرحله الاخرى. سواء كيكون عندكم هذاك القالب اللي كيكون الانكواتشو اللي هو يا ريزيستون في الفران، سواء عندنا كيكونوا عندنا بحال هكا كويسات دي طاس. انا كندير مره كندير في هاد لي طاس، فكنشد انني كندهن الداخل بشويه ديال الزبده فوالا، كندهنو كامل بشويه ديال الزبده وكنقوم بشويه ديال الدقيق اللي كندير فيه هكا باش يبقى هذا الدقيق انه يمر عليه يمر عليه على الكامل ديال الكاس وما يسقش ليا فيه. وبعد هذا فانا هكا باش انه لما يطيبوا ليا هاد الكاك وشوكولا ما يكونش لاصقين ليا في الكاس. فانا الان سوف اتمم البقيه ديال الكيسان. وبعدها انا البنات من بعد ما نخلط كل شيء فانا ودهنت الكيسان بالزبده، فغنبدا غادي نعمر، ما غاديش نعمر لاطاس كامله، تقريبا غادي نعمر غير النص ديالها باش غادي نخلي فين انه يمكن له يطلع ليا ملي طيب تطلع ويكون عندها يعني المساحه باش تطلع. خلاص هنا ملي غادي نكمل بطبيعه الحال راه حيت بنتي اللي كتعمر، غادي نمشي حج الجناب ديال الطاسه اللي غنحط فيها باش يمكن ليا ما يكرمش. تقريبا كنعمر النص ديال الطاسه. هنا عاوتاني غادي نعمر بشكل ثاني ديال الطاسه باش تجي شويه عريضه،
بيسكو هذاك اللي كيديروا فيه لي فوندو شوكولا اللي هو كيكون ديال اون كاوتشو ريزيستون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني في الفران. ما عنديش باش نشريه مع كاين هذا الوباء وهذا. لقيت ما عندهمش مقديينش اللي عندهم كنتباع مع مناسبه العيد. فهنا صافي خوي هادو حيت كبار ما غاديش ندير فيهم، غادي نعمرهم على حسب العموريه ديال القاع. هانتوما البنات من بعد انها ما كطيب، هي ما كتطلبش بزاف ديال الوقت، بتخليوها ما بين 12 دقيقه حتى 15 دقيقه في الفران 200 درجه الحراره. هيا كتجي كوم مولوز، هذيك لا كريم كتجي هانتوما كيفاش كتجي، راها كتجي غزاله بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوها. يلا لقاء في فيديو تاني ب هانتوما كيفاش كتجي ديك لا كريم كلها بحال غير شوكولا، وكتجي غزاله ولذيذه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه.